مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في الفقره الثانيه من الاهلي الليله. يكون معايا النجم الاستاذ ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب والناقد الرياضي الكبير. برحب بحضرتك ومنور الدنيا. انا اللي برحب بيك يا كابتن ميدو، وسعيد ان انا بلتقي بيك لاول مره على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. انا استاذن بس حضرتك هتكلم في نقطتين بسرعه جدا جدا، يعني برجاوي دايما مسربعني كده يا استاذ ابراهيم، شايف يلا هوا نطلع هوا حتى ما بنلحقش نركب الاير بيس، بس ماشي برجاوي مخرج كبير وحبيبي. عموما امبارح كان عيد نادي الاسطوره، كل المواقع الكبيره وكل الاتحادات الكبيره باركت الاسطوره على عيد ميلاده، الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، وده الطبيعي، ده الطبيعي لما بقى في حد بحجم الكابتن محمود الخطيب، وكان مارادونا طبعا عيد ميلاده امبارح، فكانت التهاني من كل الجهات بصراحه ومن اكبر الجهات كمان. في الحقيقه مش عارف احنا كاتحاد مصري ليه، يعني لما يكون عندنا حد بحجم الاسطوره محمود الخطيب، والراجل مش اهلي بس، الراجل عمل لمصر كتير جدا جدا، وكان من الاسباب الرئيسيه في ازدياد الشعبيه للعبه الاولى في العالم كله في مصر الكابتن محمود الخطيب. فانا مش عارف ايه السبب، هل احنا بنبقى حاملين هم ان احنا ننتقد تاني؟ اعتقد ان انت عندك من الاسباب او المبررات مليون مبرر ومليون سبب، انت تقول لا الكابتن محمود الخطيب مختلف، مع احترامنا الكامل الكامل لكل رؤساء الأندية المحترمين فقط، لكن بصرف النظر عن كده بصراحة لا، يعني عندنا قامات كبيرة جدا، عندنا بدل أسطورة كتير، فلازم احنا كاتحاد مصري نبارك ونكون من أوائل الناس المباركين لهؤلاء الأساطير في مصر. النقطة الثانية هتكلم مع حضراتكم برضو عليها بسرعة جدا، كنت بتكلم امبارح مع النجم تامر بجاتو في ان احنا ازاي نرجع الكورة ونرجع شبابنا يلعبوا كورة ونوفر لهم الأماكن. فبالمناسبة النهاردة وانا جاي، يعني ناس كتير من منشأة الكردي او بالبلدي بقى منشية الكردي في طنطا بيشتكوا ان هم عندهم مركز شباب، الميه الجوفيه او المجاري انا اسف يعني بقى بتطلع في الملعب وبيشيلوها هم. هعرض على حضراتكم الصوره حالا دلوقتي هتشوفوها على الشاشه، يعني احنا بنقول او زي ما حضراتكم شايفين الشباب نفسهم يلعبوا كوره، فهم بدل ما يلعبوا كوره بيشيلوا الميه زي ما حضراتكم شايفين كده من الملعب. والمشكله الكبيره كمان ان هو في مشكله بينهم وبين اعتقد الوحده الصحيه اللي جنبهم، لا الارض دي بتاعتنا، لا ده مركز شباب يا جماعه، البلد او القريه اللي احنا عايشين فيها عايزين متنفس للشباب علشان الشباب يمارس رياضه معينه او يلعب كوره او ايا كان بقى، ما الملعب ده بنلعب فيه، انتوا عارفين عندنا في البلاد بنلعب فيه كوره وبنلعب فيه كاراتيه وبنلعب فيه طايره وبنلعب فيه كل حاجه، هو ده المتنفس الوحيد بالنسبه للقريه. فاعتقد ان طالما المكان مخصص او المكان كبير للوحده، فيعني لازم سياده الوزير وزير الشباب والرياضه يتدخل في الموضوع ده ويحل الموضوع ده، لان ده متنفس للشباب اللي احنا بنحافظ عليهم وعايزين يبقى لهم متنفس احسن ما يروحوا في اماكن تانية. كل التحايل والتقدير لوزير الشباب قايم يعني بدوره اكبر كمان، لكن معلش نتحمل كمان. منور الدنيا يا استاذ ابراهيم واهلا بيك مره ثانيه. هاجي معاك في التعليق على الخبر الثاني اللي هو موضوع مركز الشباب ده. الحقيقه ان دي ظاهره عامه موجوده في الدلتا بشكل عام، خصوصا في المناطق اللي بيتم فيها اقامه مراكز الشباب على ارض اساسا زراعيه. الارض الزراعيه دي بتبقى عرضه ان هي تبقى منسوب المياه الجوفيه فيها عالي عن بقيه الاراضي الطبيعيه. جميل قوي. المشكله ان قصه مراكز الشباب بتقام على ان ارض بيبقى تبرع او ارض مخصصه من الدوله، لكن في الحته الانشائيه لا يراعى على الاطلاق حته حقن الارض ساعه الانشاء. تمام. فزائد مسارات الصرف والميه، ودي هتلاقيها ظاهره موجوده مثلا في 70-80% من مراكز الشباب. انا بدعو من منبرك ده ان وزير الشباب لازم يشكل لجنه بسرعه، مش بس في حاله منشيه الكردي، لا في حوالي 700 او 800 مركز شباب كلهم معرضين لحته المياه الجوفيه، ان هو لازم تتحرك بسرعه لجنه هندسيه وتنزل تعاين كل مراكز الشباب دي، لانها هي ثروه خدت من البلد دي مليارات. بالظبط. فلا عشان نحافظ عليها فهي لازم يتم التحرك فيها بسرعه. هو الحل يا استاذ ابراهيم الحل بسيط جدا، ان احنا بننجلها بنديها طبقه اسمنتيه وبنحط لها النجيل الصناعي وخلص الموضوع على كده، لكن هي المشكله ان هم عندهم مشكله مع الوحده الصحيه اللي هي بينها وبينهم سور، بتقول الارض بتاعتنا
فمش عارفين حته نزاع الملكيه دي كمان بالزبط. برضو بندعو وزير الشباب انه يقنن وضع ما يعني في عدد كبير جدا من مراكز الشباب ما زال الاراضي باسم افراد بالظبط ولم تنقل الى وزاره الشباب يعني. بالظبط بالظبط. وده متنفس وحيد. نرجع بقى للخبر الاولاني اللي انت قلت عليه اللي هو موضوع ان اتحاد الكوره اغفل ربما عن عمد وربما عن حسن نية وربما عن سوء نية ان هو يهنئ الكابتن محمود الخطيب عيد ميلاده يعني. بينما الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقوم بده والاتحاد الافريقي لكرة القدم بيقوم بده وكل اي منظمة او هيئة رياضية محترمة هتقوم بده. لكن للأسف اتحاد الكرة في مصر او اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره دي من الضعف بمكان ان هي مجرد ان رئيسها رئيس اللجنه دي راح ادى الاهلي حقه في حته التكريم ببطوله الدوري او الاحتفاليه بتاع الدوري اتهم بان هو خاين من جيش العدو ان هو يحرص ان هو يلتقي بالكابتن محمود الخطيب دي ده هو خرج عن المله. طبعا كل ده بيمثل ضغوطات على الشخص اللي موجود وهو انتمائه المعروف لنادي الزمالك بشكل واضح وبشكل فاضح. ده بيخليه ان هو كل تصرف وكل قرار بيطلع النهارده لازم يناقش فيه اصحاب السياده واصحاب المعالي واصحاب السعاده في الجانب الاخر. هل انا كده صح ولا انا كده غلط؟ هل انا كده باجي على الزمالك ولا ما باجيش على الزمالك؟ هل ده مناسب للزمالك ولا مش مناسب للزمالك؟ كل ده بيحصل تحت سمع وبصر الناس اللي جابوا اللجنه دي عشان تدير منظومه كره القدم في مصر. وخلوا المدير التنفيذي يستقيل والقصه اللي انت عارفها اياها دي. لكن القصه عشان تمشي بالنحو ده لا طبعا القصه مش قصه تهنئه كابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده. طبعا دي مناسبه يعني كلنا كاهلاويه بنفخر بيها وبنسعد بيها ان الاسطوره كابتن محمود الخطيب ده بيتم عامه ال 65 ربنا يعني يا رب. يمد في عمره عشرات وعشرات السنين. والله كلنا كمصريين لانه قدم لمصر كتير جدا. اللي بيعمله كابتن محمود الخطيب دفاعا عن حق الاهلي رغم تسامحه هو شخصيا في الكثير من حقوقه لكن إن بيخلينا احنا كاهلاويه او منتمين للنادي الاهلي او اعضاء في النادي الاهلي دائما وابدا احنا بنقول له لا ما تفرطش لان انت لو فرطت انت بتفرط في حق رمز النادي الاهلي اللي هو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. حق الاهلي ده هيرجع هيجي بالطريق القانوني هيجي من خلال كل الاطر اللي بيسلكها النادي الاهلي وصح جدا اللي بيعمله سواء من خلال الشكاوى لاتحاد الكوره الشكاوى ممكن الاهلي يصعد ويشتكي للاتحاد الدولي ويشتكي ويبقى عنده حقوقه تناقش قدام المحكمه الرياضيه الدوليه وده حقه. الخروج على الميثاق الاولمبي من حقه انه يشتكي للجنه الاولمبيه الدوليه من خلال اللجنه الاولمبيه المصريه عنده كتير جدا الاهلي لسه ما سلكوش. لكن انا اللي واثقين فيه ان حق الاهلي مش هيضيع وحق الاهلي مش أكيد. هيروح أكيد. طول ما وراءه واحد زي محمود الخطيب اكيد. انما قصه الـ 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 البعض الـ من جماهير الاهلي اللي هو بيشعر بشويه بالغصه يعني لا بقول له ان احنا معنوياتنا كل يوم بترتفع هاماتنا بترتفع ب 112 متر كل متر بعمر سنه من عمر النادي الاهلي. جميل قوي. 112 متر احنا قول لي مين هامته ترتفع 112 متر في العالم. ما شاء الله ما شاء الله. لكن احنا مرفوعين الهامه مرفوعين الراس بوجود كابتن محمود الخطيب اللي هو شرف لكل اهلاوي ان هو يكون على راس هذه المنظومه. طبعا شهادتي انا نفسها مجروحه في الكابتن محمود الخطيب لكن انا بشعر بالفخر وبشعر بالتفاؤل وبشعر ان حق الاهلي هيجي ما جاش النهارده هيجي بكره وعارفين هيجي ازاي وما جاش من خلال كل الجهات اللي الاهلي قدم لها. الاهلي عنده من التصعيد بدل الاطار 20,000 اطار. اكيد اكيد. لكن انا هرجع مع حضرتك في نقطه اللي انا بتكلم فيها. انا ما بتكلمش كمان على الاسطوره محمود الخطيب
ان المفروض الطبيعي ان اتحاد الكوره يقول له كل سنه وانت طيب او هاب بيرث داي زي ما الاتحادات الكبيره بتعمل. انا بتكلم كمان على الكابتن حسن شحاته، بتكلم على كل رموز الكوره اللي فادوا الكوره المصريه. طبيعي جدا ان انا كاتحاد مصري وانا ايه شغلانتي؟ المفروض على الاقل كل من ارتدى فانيله منتخب مصر بالزبط. كل من ارتدى فانيله منتخب مصر, مصر يا فندم. وانت فاهم وعارف قيمه ارتداء فانيله المنتخب الوطني. كل ده لابد ان يكون كسنه متبعه. ده يوم الميلاد كل اللعيبه دي السابقين حتى مهاليها بطاقات موجوده داخل اتحاد الكوره ومعروف بالزبط. اعياد ميلادهم يعني بالزبط. يعني برضو انت بتفتح مسار جيد. كابتن حسن شحاته ليه ما هناش بعيد ميلاده؟ كابتن فاروق جعفر ليه ما هناش بعيد ميلاده؟ كل الرموز الكبيره كل الرموز الكبيره حتى في ذكرى رحيل او ميلاد الكابتن محمود الجوهري ده زي ما يبقاش موجود في يوم من ايام او من يوميات اتحاد الكوره يكون موجود. ليه احنا ناخد ده من بره؟ ليه الكاف هو اللي يكون ليه السبق وليه الفيفا يبقى هو ليه السبق؟ تمام. احنا لو بصينا يعني خليني انا ما اخدش الجانب السلبي بس هتكلم فيه. يعني لو بصينا لحد معين هيزعل هتلاقوه زعلان من الناس كلها، فانتوا مش هتهنوا حد لان هو الطبيعي ان هو زعلان من الناس كلها لو بصيتوا لحد معين يعني ايا كان. فاحنا كاتحاد مصري، اتحاد بلد كبيره جدا، اتحاد شعب بعشق الكوره بيتنفسها بياكلها، بالنسبه له مصدر سعاده مش طبيعي، فلازم نكون على هذا القدر. يعني مع احترامي طبعا الكبير لحضراتكم، احنا دايما داعمين لاي اتحاد بيكون على راس المنظومه الكرويه في مصر. يعني المهم ان كل قرار وان كل طعم وكل ريحه مش القصه كلها بتدور في الغرف المقلقه. يعني خلينا برضو نروح للشكاوي اللي بتقدم بها النادي الاهلي في ظل الاعتداءات اللي بتمارس كل يوم كل ساعه، ومش عارف شايف برضو الموضوع ده ازاي، وشايف كل دقيقه وكل ثانيه وفي كل مناسبه ومناسبه بدون مناسبه وبادب وبقله ادب. تخيل يا استاذ ابراهيم، انا دايما بقعد ودايما بكرر الكلام ده مع الساده المشاهدين، دايما بقعد اقول هو الاهلي مره عمل ايه؟ الاهلي مره تعدى حدوده في ايه؟ طب اي رئيس من رؤساء الاهلي عمل ايه مثلا؟ الاهلي كبير قوي. احنا عايز اعرف ليه بندخل في جمله مفيده. بندخل في جمله مفيده لان احنا موجعين قوي. الاهلي موجع قوي قوي فوق انت ما تتخيل. ما بيخليش الناس تنام بالليل. بطولات ورا بطولات ورا بطولات ورا بطولات، قدامها اخفاقات فاخفاقات فاخفاقات فاخفاقات، انتصارات ملء السمع والبصر، انكسارات ملء السمع والبصر. انت عاوز ايه؟ انت مش عاوزهم يبقوا متضايقين منك؟ لا، لازم يبقوا متضايقين منك. مش عاوزهم يبقوا بيشكلوك، مش عاوزهم يبقوا بيعطلوك، مش عاوزهم يبقوا بيفشلوك زي ما قالها الكابتن محمود الخطيب. لا، هو ده هدفهم، ما لهمش هدف اخر. يعني حضرتك مثلا لما تقعد تشتمني انا كل يوم وشايفني ما بردش عليك خالص وانت مستمر، ده انت ما بتزهقش يا راجل. طب انت ده انت ما بتملش يا راجل. بالظبط. يعني انا بتكلم في العموم، خلينا نتكلم في العموم. ما انا بنتكلم في العموم، انا مش حد على حد بعينه يعني. ما بيردش عليه اصلا ومش شايفه، هو مش شايفه اساسا، وكل يوم شتيمه، كل ساعه شتيمه. طب انا لما بقعد بالليل كده مع نفسي انا الواحد ما بتكسفش بصراحه. يعني الواحد بصراحه انا مستغرب ازاي في ناس كده. بس التاريخ قال لنا ان كل اللي بيسلك هذا المسلك نهايته بتبقى وحشه قوي قوي، صدقني يعني. بيكون في مزبلة التاريخ، صدقني بيكون نهايته صعبة للغاية. يعني 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 ربنا يكفينا شر مثل هذه النهايات. يعني يعني كل شتام وكل سباب وكل لعان وكل اللي بيسلك هذا المسلك. احنا اتعدينا الحاجات دي على فكرة، في حاجات انا مش لاقي لها مسمى. يعني انا في حاجات كل نهيش الاعراض، كل اللي بيتعرضوا للحرمات، حاجات كتيرة جدا، دنيا واخرة، دنيا واخرة. ال 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 كفايه ان هو كتير جدا من الناس، يعني حتى من اللي بينتموا لنفس الاطار ده، يعني بقى عندهم نوع من الغضب من اللي بيحصل، نوع من الاستياء من اللي بيحصل. مش كده طبيعي يعني؟ ده طبيعي خصوصا بقى الرموز الحقيقيه، يعني الرموز الحقيقيه اللي احنا بنحبها وبنفخر بيها مش راضي على اللي بيحصل. اكيد يعني حتى الدائره القريبه مش راضيه. اكيد. واي حد ليه عقل اكيد مش هيرضى بالكلام ده خالص. حتى بس البعض للاسف بيشارك في المهزله دي حتى بصمته.
يعني اتذكر في فيلم ضد الحكومه الفنان الرائع الراحل احمد زكي لما قال كلنا مذنبون كلنا فاسدون حتى بالصمت العاجز. هذا الصمت العاجز احيانا بيكون اكثر إلاما واكثر اثرا من المشارك في الفعل ذاته. دي حقيقه، دي حقيقة. يعني ربما تكون هي دعوه لاستنهاض القامات الكبيره اصحاب العقول الراجحه ان هي ترضع مثل هكذا تصرفات من البعض اللي هم بيسيئوا للاسف للكيان اللي بينتموا له، يعني للبلد وللبلد طبعا. احنا صورتنا مش حلوه على الاطلاق يعني. اه والله، لكن لازال الاهلي بيتبع كل الوسائل القانونيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ولسه يعني الاهلي لسه في الاهلي اكيد مش لسه كتير قوي، لسه بالزبط. كتير قوي بالزبط. ده هي بس خطوه، وهي خطوه استكشافيه، بنشوف مين مع الحق ومين مطنش على الحق. وبرجع اقول لك ان احيانا بتكون بتشارك في الجريمه بصمتك العاجز. تمام. بصمتك العاجز. تمام. بتوصف بايه يا استاذ ابراهيم ان انت ككبير مفروض عليك ان انت دايما لابس لبسك؟ عشان حتى انت لو قدوة. اتهنت بس انت لابس قدوة. لبسك انت مش قدوة. عارف اخرج منه. انت قدوة. هرد على السقف. طبعا على انا اسف، انا اسف في لفظ اتهنت، لان الاهانه لما تيجي من حد مش محترم ما بتبقاش اهانه. هرد على انا السفيه ازعل بايه؟ لما اكون فعلا. هرد على بالظبط السفيه بايه؟ بالظبط. هرد على السفيه بان انا اقول له كذا وكذا وكذا وارد له نفس اللي بيقوله؟ لا، مش ده الاهلي ولا ده الكابتن محمود الخطيب. في العموم. ها؟ في العموم، في شكل، بشكل عام، بشكل عام. بالزبط. انت عمرك يعني من ساعه ما ابتديت ولعبت كوره لحد النهارده سمعت لفظ خارج على حتى على السياق؟ ها؟ والله لفظ انفعالي من والله الكابتن محمود الخطيب؟ ولا من اي رمز من رموز النادي الاهلي اللي هم الرموز الحقيقيه. كل حتى ما المجلس السابق، ما عمرك ما تشوف حد خرج على النص ولا فعلا. ولا تجاوز في حق حد. فعلا. ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، انا مستغرب. هما بقى عاوزين يجروك للحته دي. بالظبط. بس احنا بنقول ان هما واهمون. احنا مش هنجر للحته دي ابدا، ولا اصغر 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 مشجع في النادي الاهلي، ولا اصغر عضو في النادي الاهلي، ولا اصغر منتمي للنادي الاهلي هنجر او هنساق للحته دي. رغم حماسه بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، انا قلت لك البعض يشعر بغصه، بس انا عاوزهم يبصوا على المشهد من بره هو كده. طبيعي ان الجمهور يعني انت لازم تشعر يموت على بفخر. رئيسه ولا طبعا لما يسمع رئيسه طبعا. كده، حد كده زي ما حضرتك وصفت اي حد يعني ودي بسفيه. وانا انا انا بناشد من بيده الامر في مثل هذه المساله ان هو يراعي ده، يراعي ان دول شباب وان طبعا دول جمهور ودول طبعا. مش ما فيش حد ممكن يسكت او يفرط في حق من حقوق النادي الاهلي. بالظبط. محمود خصوصا الخطيب الناس تجاوز اللي اسمه. تمام. تجاوز اسمه، اصبح هو رئيس النادي الاهلي، هو رمز النادي الاهلي. تمام. شاء من شاء وابى من ابى. تمام. تعالى ندخل في الكوره شويه. ندخل في الكوره. التاجيل اللي حصل، هل هيدور النادي الاهلي؟ هل هيدي فايلر اريحيه اكبر ان هو يتعايش مع الفرقه اكتر ويدخل في التكتيك بتاعه اكتر ويعمل اللي هو عايزه اكتر واكتر؟ شايفها ازاي، ايجابيه ولا سلبيه؟ انا شايف ان النادي الاهلي هيكون من اكثر الفرق استفاده من التاجيل. جميل. ربما عكس ما بيتوقع البعض، يعني هنقول برضو انه خاب مسعاهم وخاب ظنهم. يعني الاهلي يعني الفتره اللي فاتت كانت فتره مناسبه جدا. اولا انت عندك بعض المصابين بيجهزوا، صحيح ان هي القصه بتاعت محمد محمود ربما فقدان وتجدد اصابته، ربنا يرجعه بس بألف سلامه يا رب. لكن في نفس التوقيت انت عندك لعيبه زي متولي، زي سعد سمير، كله بيرجع، كله بيخش في التدريبات الجماعيه بتاعت الفريق. تمام. كمان انت عندك جمل خططيه انت محتاج تحفظ اللاعبين عليها، فكنت محتاج وقت تمرين واثنين وثلاثه واربعه لحد ما احفظ.
تمام. ثلاثة، أنت كنت محتاج فرصة لالتقاط الأنفاس عند بعض المجهدين وخاصة اللاعبين الدوليين، وده تمام. اللي شفنا أنه هو ادالهم راحة سلبية أو راحة أطول من الباقيين. جميل. رابعا، أن أنت كنت محتاج تعمل المعايشة الكاملة مع كل اللاعبين بعيد عن فكرة التمرين الصباحي والتمرين المسائي، من خلال معسكر في الصبح والظهر وبالليل وال 24 ساعة، وأنت جربت المعسكرات وفاهم اللي أنا بقوله. تمام. خمسة، تحليل وتقييم أداء للفترة اللي فاتت، احنا واقفين فين، احنا صح ولا غلط. ستة، ان انت تبص تخلق دوافع جديدة، انت داخل من التوقف على معمعة كبيرة في دوري أبطال أفريقيا مع فريق مش سهل اللي هو النجم الساحلي، فرصة ان انت كمان تذاكره وتذاكره سواء بالفيديو سواء بالتتبع الأخبار سواء بتتبع تطور أدائه، كل ده كانت فرصة التوقف. جميل. فعندك إيجابيات كتيرة جدا أنت حققتها ربما لم يحققها غيرك، ربما غيرك مشغول بأمور أخرى. جميل. إزاي يبقى زيك وأنت في حتة تانية؟ تمام تمام. طب حضرتك الفترة اللي فاتت دي قيمت فيها فايلر ازاي؟ شفته ازاي؟ شايف الفترة دي ممكن نقول لا ده مدرب كلها كويس ده كلها مدرب. تصب في صالحه. تمام. أنا مش من النوع اللي هو بيحب يقيم بسرعة يعني أو بياخد انطباعات سريعة، لكن بس في كل حاجات الأمور بتخليك تقيم الإيجابية غصب عنك، يعني في حاجات بتتعمل في يعني الملعب وبتعمل في الملعب. أولاً إن أنت تجيد التلقين وتجيد التحفيز لأداء لواجبات المراكز والجمل الخططية. دي واحد. اتنين، السيطرة على الفريق، على فريق بحجم النادي الأهلي في كل هذا الزخم من النجوم. ثلاثة، ان انت تستطيع من لقاء الى اخر ان انت تخلق دوافع جديدة في كل لقاء، انك انت تبقى حريص على الفوز، ان انت تبص اداء زي حسين الشحات اختلف بالكلية، اداء زي رمضان صبحي اختلف بالكلية. جميل. اصبح تطوير اداء للاعب زي رمضان ان هو يصبح مهاجم وهداف. جميل. ده كل دي تصب في صالح مستر ريني فايلر يعني. اكيد اكيد. الفرق بين المعسكر الخارجي والمعسكر الداخلي ايه؟ الفرق بين المعسكر الداخلي والخارجي، فكرة المعسكر، ما فكرة ما فيش يعني حاجة اسمها معسكر داخلي يعني داخلي جوه مصر ولا هو مثلا انا اعمل معسكر جوه مصر او ان انا اعمل معسكر بره مصر، ايه الهدف من كده؟ من وجهة نظر حضرتك يعني. المعسكر الخارجي بيبقى فيه شدة أكتر، يعني فكرة الشدة أكتر، الطيارة اللي بنركبها وبنستقلها لمكان آخر، فأنا خرجت بره الحدود عشان خاطر أعسكر، عشان خاطر أعد نفسي، فأنا دي لوحدها فيها شدة، غير أن يكون المعسكر جوه مصر. الأهم حاجة من الداخلي ولا الخارجي التارجت اللي أنا حاطه لنفسي في المعسكر ده، إذا كان هيتخلله مباراة ودية، إذا كان هيتخلله ساعات تدريبية أو حصص تدريبية معينة، كل ده هيؤدي في النهاية إلى الاستفادة من المعسكر. شوية المعسكر الخارجي بيكون في نوع، أولا في نوع من الترويع عن النفس، تغيير المناظر، تغيير الوشوش، تغيير الوجوه، تغيير الملعب اللي أنا متعود إن أنا بتدرب عليه كل يوم، كل ده بيؤدي مردود إيجابي للاعبين. جميل جميل. تعال أرجع بيك تاني لنقطة التوقفات، وفي بعض الجماهير كانت متخوفة جدا، الأهلي كان ماشي ما شاء الله كويس قوي، مستواه الفني كان مرعب يعني، حتى مرعب لينا إحنا كناس أنت من الأهلي، اتفاجئنا بطفرة فنية زي ما حضرتك قلت مع فايلر. قول ان الاهلي بيقرب من مستواه الطبيعي بالظبط، من ادائه الطبيعي بالظبط، فكان لازم نكمل، فمتخوفين. حضرتك قلت بعض النقاط اللي طمنت بعض الجماهير شويه، لكن لسه الناس برضو يقول لك يا ريتنا كنا كملنا. رب ضاره نافعه نافعه. ربما يكون لو انت لعبت التوقف في وسط حاله التراكم من الاصل، كل اللي فرق في عمليه التاجيلات والتوقف هم ماتشين، الجونه والزمالك، يتأجلوا يتلعبوا في ميعادهم بترتيبهم الزمالك ثم الجونة، إن شاء الله الأهلي كان هيكسب. يتأجلوا لما بعد التوقف، سواء بعد التوقف مباشرة أو في نهاية الدور الأول أو بعد 9 سنين، إن شاء الله الأهلي هيكسب. فمفيش أزمة إن ده حصل أو ده ما حصلش، دي أول نقطة. النقطة الثانية، مع إن مباراة الأهلي والزمالك بصرف النظر ملهاش أي مقاييس، يعني ممكن يبقى الزمالك جامد جدا والأهلي يكسب، ممكن الأهلي جامد جدا بس والزمالك يكسب. أما تمتلك مش إرادة الفوز بس، أما تمتلك يقين الفوز،
والثقه تمام. يقين الفوز لما يبقى عند اصغر فرد في جمهور النادي الاهلي، ان انت عندك يقين الفوز حتى لو خسرت الماتش، بس انت من جواك عندك يقين الفوز، عندك يقين ان انت الافضل، عندك يقين ان انت الاحسن. طول عمرك الايه؟ طول عمرك كده، طول عمر الاهلي كده يعني. صحيح، بس انا بتكلم حتى في المرحله دي تمام. ثم لما تطور ادائك، ثم لما تستغل التوقف ده لصالحك، كل الناس يقولوا ان هو ضدك وانت تخليه لصالحك، هي دي عبقريه النادي الاهلي. تمام. ايه الجديد اللي حضرتك شفته في الدوري؟ الجديد اللي انا شفته في الدوري ما لحقتش اشوفه الصراحه يعني، لان هو كان قرار مش صح في زمن مش صح يعني. كان المفروض ان افضل اعداد للمنتخب الوطني الاول وحتى المنتخب الاولمبي هو استمرار وانتظام المسابقه، علمونا هكذا في المدارس يعني. يعني قصه ان الناس دي كانت تحافظ وتحرص بقوه على استمرار المنافسه واستمرار هذا الصراع الاسبوعي، كان افضل كثيرا من انهم يوقفوا المسابقه بهذه الطريقه يعني. مع ان احنا في الاول قالوا لا، في وعود ان احنا مش هنوقف الجدول، وفي 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 وفي، احنا كنا متفائلين قوي قوي. ما هو احنا يعني الكلام كتير قوي، انما الفعل ما فيش. طب ما هم وعدوا ان هو مع دور بدايه الدور الثاني هيبقى في فار. سمعت عن فار ولا قطه ولا اي حاجه خالص موجوده؟ انا سمعت بس ما شفناش لسه. بس احنا عندنا امل، احنا في انت عارف ان تجهيزات الفار دي بتاخد من 3 لـ4 شهور عشان تقدر تخليها افيلبل، انها تبقى حاضره في المشهد ويتم استخدامها. طبعا. طب هم فين ال 3 4 شهور؟ اذا كان 3 4 شهور هتبقى جيت في الدور الثاني، طب انت فين بقى؟ ودخلنا في، خلي بالك ده تاني اتحاد على التوالي يوعد ان في الدور الثاني هيطبق تقنيه الفار، ما بيحصلش. طب انا هطمن ازاي ان في تطور في منظومه التحكيم؟ ما بيحصلش. طب انا هطمن ازاي ان المسابقه هتفضل منتظمه؟ ما بيحصلش. طب انا هطمن ازاي ان لجنه شؤون اللاعبين مش هتبص لاسم الفريق قبل ما تبص لمشكله اللاعب وهل هو مخطئ ام مصيب؟ ما بيحصلش. طب هو في ايه في الاتحاد ده؟ هو مين كابهولنا اصلا؟ ما سالتش نفسك السؤال ده؟ هو مين ورا اختيار ده؟ هو وزير الشباب اللي وراه؟ ولا هو جنى بالباراشوت؟ ولا هو المدير التنفيذي صحي من النوم فحلم بان الخمسه دول يبقوا هم موجودين؟ هو مين اللي اختار الناس دي؟ انا ما بسالش نفسي عشان ما يعني اتعايش مع الواقع. ولا هي القصه ان هي ان الناس دي جايه تقول يكون لسانها حلو قوي مع النادي الاهلي لكن في الواقع ما يبقاش موجود؟ لازم يوضحوا لنا، لازم يقولوا لنا، اطلعوا بصراحة وقولوا. وانا كنت قلت في احد اللقاءات يعني ان الناس دي برضو لازم اديها عذرها، لان الناس دي يعني يلا تعالوا ديروا تحت. لا اديها عذرها لانها ملهاش في الكورة باستثناء الاثنين كابتن احمد عبد الله وكابتن محمد فضلي يعني. لكن الناس دي ملهاش في الكوره يعني، ممكن يبقى لها في البيزنس، ممكن يبقى لها في الاداره، ممكن يبقى لها اكاديميك. بس سهل قوي ان انا ادير اي حاجه لو انا مدير شاطر، انا هجيب الناس اللي بتفهم في الحاجه اللي انا شغال. ما انا خبراتي ايه كشاطر دي بقى؟ خبراتي ايه بقى؟ ان انا بدير يعني كويس، ان انا ادير اي مؤسسه كويس، بس انا اجيب لا أنا الناس اللي تحت. انا بتكلم خبراتي الرياضيه. رياضيه درت اتحاد قبل كده؟ درت نادي قبل كده؟ درت مركز شباب قبل كده؟ ايه خبراتي الاداريه يعني؟ ان انا بدير مثلا ما 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 احدى المصارف، يبقى انا او مساهم في ادارته، يبقى انا هكون ناجح في اتحاد الكوره؟ انا اقصد ايه حضرتك يعني عشان يبقى انا برضو كلامي واضح مع حضرتك، اقصد ان انا جبت الاستاذ ابراهيم داوود قلت له تعالى بقيت مدير مثلا نادي كذا، فالاستاذ ابراهيم داوود انا عارف ان هو عنده خبرات في الاداره بصرف النظر عن حلو. المجال. مدير النادي ايه؟ كور او رياضه. مدير نادي، مدير نادي كذا. هل ده ينطبق على الخمسه الموجودين؟ ما انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، فانا بصفتي راجل اداري ناجح مش شرط في المجال اللي انا رايحه، ان انا هجيب ناس بتفهم بقى في قلب الاداره دي وانا هديرهم. حلو حلو. ايه بقى خبراتهم الاداريه بقى؟ انت عارفها؟ ما جابش حد. طب قول لي، انا مش عارف والله. ما جابش الخبرات الاداريه؟ في الخمسه اللي موجودين دول يعني لا عندهم خبرات. في ايه بقى؟ يعني مش شرط في الكوره. مش شرط في الكوره. انت بتضحك بقى. لا والله بجد. والله امال هو شرط يكون في ايه؟ انا قصدي والله بتكلم مع حضرتك بجد، انا قصدي ان انا مثلا رايح مجال هديره بس انا مش فاهمه، فانا اجيب حد تحتي يعني. لا نكوم اللجنه بالظبط، واللجنه ينبثق منها لجنه ثم عده لجان. دي فيها مشكله يعني؟ دي فيها كان فيها مشكله ان انا اجيب لجنه تختار مثلا مدير فني لمصر؟
كانت مهمة جدا ان يكون في دي لجنة فنية انها تختار المدير الفني المصري ده اللي انا بدل ما اقصده، يطلع ده اللي انا اقصده، بالعشوائية دي ده اللي انا في اقصده. الاخر يعني، اجيب مع مثلا احترامي اعمل لجنة وتقديري مثلا لقيمة وقامة كابتن حسام تعمل البدري مسابقة الدوري، اجيب لجنة مثلا تعمل مسابقة للدوري، ده اللي انا قصده. ان انا طب ما ادير كان الافضل ما اجيبش الناس دي خالص، ها، واجيب ناس واجيب ناس بتفهم في مجال كرة القدم، في مجال إدارة المسابقات بتاعة كرة القدم. خلاص انا عاوز، انا محتاج ايه؟ محتاج اجيب مدير فني ووليه مسؤولية المنتخب الاول، ومحتاج حد يدير لي المسابقات عشان امور الاتحاد تبقى منضبطة لحد ما نجيب بالظبط مدرس فرنساوي اسد، بالظبط لحد ما يجي بالظبط. مجلس إدارة جديد. بس ما ده ما حصلش. ما احنا كان عندنا يا استاذ ابراهيم، هو مين اللي اختار الناس دي؟ كان عندنا والنبي بتقول لي والله ما عارف، بس احنا كان عندنا اتحادات كلها في الكوره، وبرضو كان عندنا برضو يعني مش هقول فشل، يعني كان عندنا تخبطات كتيره جدا. اه صحيح، انت معاك حق، بس على الاقل يعني انت بتنتقد تصرفه، ان هو يعني اهو من خلفيه كرويه. ده دي متهيألي أكبر، يعني دي أكبر مش كل في الغرب. نجم، مش كل نجم كوره هيكون ناجح في الاداره. تمام طب ما في عباقره واسماء رنانه من السمع والبصر، كان لكن في نفسك مين يبقى مدير اتحاد الكورة؟ اي حد غير الموجود دول، غير الموجودين دول، كان نفسي واحد زي حازم امام مثلا، هو بينتمي لنادي الزمالك. طب أكلمك بصراحة، يعني مثلا لما جم قالوا احنا عايزين نختار مدير فني وطني وقعدوا فترة طويلة قوي، قلت يا جماعة ده احنا يعني يا دوب يعني احنا نحمد ربنا ان احنا، مع احترامي لكل الناس، ان احنا ممكن يعني نختار من نص ثلاثة بس، نلاقي الثلاثة اللي هم يديروا منتخب مصر، المدير الفني لمنتخب مصر، نلاقي ثلاثة بالمواصفات دي. وقعدنا فترة طويلة جدا، فاحنا يا دوب العدد، يعني لو قلت لحضرتك طلع لي ثلاث اسماء يديروا منتخب مصر، يديروا اتحاد الكرة المصري، حضرتك هتفكر هتاخد وقت طويل جدا، صح ولا حاضر في ذهنك اسماء؟ عندي المهندس خالد عبد العزيز اللي هو وزير الشباب السابق، ليه ما فكرناش فيه؟ ليه ما فكرناش فيه؟ مثلا على سبيل المثال، إداري ناجح، إداري شاطر. يعني ممكن برضه هو، يعني انا كنت وزير هبقى رئيس اتحاد كوره، لا يعني المنصب السياسي خلاص ولا، لكن بيبقى ان انت ممكن كراجل محترف ان انت يسند اليك اي عمل في اي شيء، يعني هو يعتزل ويقعد في بيته لحد نهايه عمره يعني ممكن يعني. يكون بص لها، او هم ممكن يكونوا مثلا شوف حضرتك احنا قلنا اسم اهو، فاحنا يا دوب يا دوب بندور على عندنا اسماء. كابتن علاء عبد الصادق، هو بينتمي للنادي الاهلي وفي الاداره رائع. عندنا كابتن عبد العزيز عبد الشافي وهو في الاداره رائع، واحد الذين رشحوا سلفا لمنصب وزاري كوزير للشباب. يعني عندنا كتير، عندنا كفاءات، مش من الصعوبه بمكان ان احنا نبحث وندور ونحط. انا عاوز اعرف مين اللي اختار الناس دي، يعني انا نفسي بجد، ريحني، قول لي مين اللي اختارهم، قول لي مين اللي اختارهم. عندي حد صاحب جدا، هيثم نبيل، اكيد طبعا عارف هيثم نبيل، كان جه فتره كده يا جماعه نفسي اعرف فين الكام مليون دولار اللي احنا خدناهم في كاس العالم، كان كل يوم كده فين يا جماعه ال10 مليون، كانوا هو فين، ده السؤال، ده السؤال اللي كانوا كام بيطرح مليون. نفسه. وراحوا فين؟ وراحوا فين؟ بالظبط. فهي يعني بجد انا مش عارف. طب بصرف النظر يا ابراهيم، ازاي نطور؟ ازاي يعني نطور؟ مش هنتكلم على حد خالص، يعني احنا قاعدين على الترابيزه عايزين احنا طبعا نطور. احترامنا وتقديرنا لاسماء وشخوص للي بيديروا اكيد طبعا، اتحاد اكيد الكوره، اكيد يعني احنا كامل بننتقد الاحترام في المصلحه والتقدير العامه، ليهم. بننتقد احنا في المصلحه بننتقد العامه ادائهم، للصالح العام ففي فرق بين انتقاد اداءه للشخص. الرياضي، تمام، اداءه الرياضي وشخصه، شخصه للاشخاص. له كامل الاحترام تمام والتقدير. انما انا بتكلم دلوقتي على تمام الاداء ده، فعلا اداء سيء، من سيء الى اسوأ، من اسوأ الى اسوأ، من اسوأ الى اسوأ. كلام بس حلو، كلام جميل، الدنيا هتبقى حلوة، الدنيا هتبقى جميلة، معروف من أول أسبوع لآخر الأسبوع، مسابقات منتظمة، تحكيم عادل، ولا شفنا تحكيم عادل، ولا شفنا مسابقات منتظمة، ولا شفنا لجنة شؤون لاعبين عادلة، ولا شفنا لجنة انضباط موجودة صح، ولا شفنا لجنة قيم، شكاوى النادي الأهلي توضع في الأدراج، ها، رغم ان رئيس لجنه الانضباط اللي كان موجود في الاتحاد قال او اعلن صراحه انها هتكون على الكبير والصغير. كلام، كله كلام. واحنا نفسنا كنادي اهلي من اكبر الانديه ان احنا نطبق علينا كل حاجه، بس طبقوا على الكل،
يا فندم فير جدا. من تاريخ النادي الاهلي لو تتذكر ان المصري العظيم صالح سليم اوقف احد لاعبيه واعطاه 6 شهور ايقاف في نفس التوقيت اللي كان اتحاد الكوره كان في مهمه مع المنتخب، ولم يعاقب من قبل اتحاد الكوره في عهد الراحل كابتن سمير زاهر، لو انت عارف مين اللي بنتكلم عنه. 6 شهور الاهلي المصري وصالح سليم وقع على عقوبه اداريه قدرها 6 شهور، والحدث لم يكن في النادي الاهلي بالزبط. كان في المنتخب بالزبط. هكذا تعلمنا من الاهلي، من نادينا، من ومن رموزنا ومن القيم الكبيره دي. القصة واخدانا لطريق مش كويس. حتة الفار دي كمان، اللعبة الكبيرة أو الخدعة الكبرى اللي هم بيخدعونا بيها، أنا بحثت هل في حصل نيجوشيشن مثلا أو تفاوض مع أحد الشركات المعتمدة في هذه التقنية من قبل المصريين، من قبل اتحاد الكورة، طب من قبل وسطاء؟ مفيش. بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا علينا؟ احنا لازم نعرف بعد كده. بتسكتونا لحد ما يجي الدور الثاني فنسالكم زي الموسم الثاني على التوالي؟ لازم نعرف اي دور ثاني. ممكن الدور الثاني في سنه 2052 ولا ايه؟ قولوا لنا. احنا نفسنا الدنيا تروح في الصالح العام ونرتقي بالرياضه المصريه، نفسنا نشوف اتحاد عندنا قوي جدا فعلا هو اللي فرض كلمته على الانديه، نفسنا نشوف تطور بحجم مصر، بحجم شعبها، بحجم حبنا للكوره. نتمنى من الله ان اللي جاب الناس دي او اللي واقف ورا الناس دي ان هو يعني ينبههم ان الامور تاخد منحى افضل من كده. هو مين اللي اختار الناس دي؟ شايف منتخب مصر شايف منتخب مصر ازاي؟ شايف منتخب مصر طبعا بغض النظر من يتولى المسؤوليه او اللي كانت الاختلافات عليه، كابتن حسام البدري كل الدعم والمسانده ليه. اكيد شايف ان هو اختار بمنطقيه شديده جدا لاختياراته الاخيره دي. هو عايز ينجح اكيد. وكل المؤشرات اللي جايه من المنتخب بتقول ان في حاله من الانضباط كبيره جدا، وحاله برضو من الرضا والفكاهه معاملها او بركات. الروح عاملها كابتن بركات. في توازن في حسم وانضباطيه، وفي يعني ما فيش شده اللي هي بتعقب معسكرات المنتخب او المعتاده. في جهد مبذول من الكابتن حسام البدري، في تحفيز للاعبين لجمل برضه تكتيكيه وطريقه لعب وتوظيف لمراكز، وشكله ان هو بيحاول يجيب من الاخر من خلال افضل توظيف لكل لاعب في مركزه مع ناديه، فهو مش جاي يعني يبني من على سراب، لكن هو واضح ان هو ان شاء الله التجربه بتاعه ليبيريا هتبقى فيها شكل افضل من مما كان عليه في بيتسوانا. متفائل. بشكرك شكرا جزيلا. انا اتشرفت بيك. هقول لك مين بس بعد الهوا. نفسي بعد الهوا قول لي مين اللي اختار. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، ونورت وشرفت. الشكر ليك جدا يا كابتن ميدو. وعاوز بس جمله اخيره اقول لك برضو ان حق الاهلي مش هيروح. اكيد حق الاهلي جاي. اكيد الاهلي طول عمره بيسلك بالطرق القانونيه. الاهلي نادي كبير جدا، نادي اللي عايز يتعلم منه كل حاجه، واحنا بنفتخر زي ما حضرتك قلت ان احنا بننتمي لهذا الكيان الكبير. اكيد. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. دي كانت فقرتنا الثانيه مع الاستاذ ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب والناقد الرياضي الكبير. بعد الفاصل هيكون معاه الدكتور وليد عبد اللاقي. استنونا.